مرحبا بيكم في البرنامج المصري. النهاردة معانا الأستاذ قيس غانم، لو تسمح تقدم نفسك. أهلا بيك. شكرا جزيلا على هذه الدعوة. أنا سعيد بهذا اللقاء. هي أنا في الحياة العادية طبعا حكيم، طبيب في مختص في العلوم العصبية، وأنا أستاذ مشارك في كلية الطب في جامعة أوتاوا. بس في نفس الوقت بالنسبة للبرنامج العربي والبرنامج المصري، أنا أمثل رابطة الخريجين الجامعيين العرب الكنديين، اللي أنا رئيس الرابطة لمدة 5 سنين دلوقتي. لو تسمح تكلمنا عن النشاطات العامة اللي بتقوم بيها الرابطة. الرابطة تضم عدد كبير من الجامعين العرب من مختلف الأقطار العربية، وبتلاقي أنه فيها مثلا الناس من لبنان ومن مصر ومن الكويت ومن اليمن ومن العراق وكده، كلهم اللي بيجمع بينهم أنهم كلهم عرب، كلهم كنديين مقيمين هنا أو متجنسين، وفي نفس الوقت كلهم متخرجين من جامعات. الجامعات دي ممكن تكون في كندا، ممكن تكون في مصر، ممكن تكون في أي حتة، مش مهم. ونشاطاتنا اللي بنعملها على طول من سنة 82، من يوم تأسست الجمعية، كلها نشاطات أدبية وثقافية وعلمية، ويعني تبتعد عن الأشياء اللي هي تخص الأمور السياسية والأمور الدينية. احنا نسيب دي بعيد ونركز على الحاجات اللي بتجمع بيننا، وكل شهر تقريبا نعمل محاضرة أو لقاء أو أحيانا مناظرة بين عدد من الناس. فبتلاقي أنه عندنا نشاطات مختلفة، وهي عدد كبير من الناس بيحبوا هذا النوع من النشاط. بالرغم أن في ناس كتير بتحب النشاطات دي، بس في ناس كتير ما سمعتش عن الرابطة. وسمعت ان حضرتك كنت بتعمل نشاطات شخصية، كلمت رؤساء الرابطات الاخرى. صحيح، في عدد من انا دايما بسمع هذا النقد، انه طب اذا كان الجمعية دي موجودة امال احنا ما سمعناش بها ليه؟ طب احنا في الجمعية عندنا عدد بسيط من الأعضاء، زي 50 عضو، وعندنا إمكانيات محدودة طبعا، وما عندناش لا صحف ولا عندنا برنامج تلفزيوني شهري ولا أي وسائل إعلامية. احنا بننشر أخبار الجمعية عن طريق الأذن، يعني إنه حد بيكلم حد بيكلم حد. وفي الأيام الأخيرة في بعض الصحفيين اهتموا بالرابطة وابتدوا يكتبوا عنها، فأعتقد أن أخبار الرابطة انتشرت شوية. لكن احنا بنقول للناس اللي بيقولوا طب احنا ليه مستمعين، أنه طب احنا هنوصل الخبر ده ازاي؟ أنا موجود النهاردة مخصوص عشان الموضوع ده، عشان نخبر المشاهدين الكرام أنه في جمعية بالشكل ده، وأن الجمعية دي لكل الفئات العربية، لأن الجمعية بتتميز عن بقية الجمعيات بهذه الصفة، أنها مفتوحة لكل الدول العربية الموجودة. بينما مثلا الجمعية السورية هي للسوريين على العموم، وجمعيتكم أنتوا المصرية مثلا هي المصريين. صحيح أنها مفتوحة لزوار وكذا، بس هتلاقي أنه 99% من الأعضاء هم من مصر، بينما جمعيتنا من كل الأقطار. الموضوع اللي سألتيني عنه بالنسبة للنشاطات الأخرى اللي كنت أعملها من كم يوم أو كم أسبوع، أنه بسبب وجود الجمعيات أو الرابطات الكثيرة في أوتاوا، وجدت أنا لاحظت أنه الجمعيات كلها عندها نشاطات مشتركة متشابهة. يعني كل الناس بيعملوا مثلا أمسيات شعرية، كل الناس بيعملوا حفلات رقص، وكل الناس بيعملوا محاضرات عن الاقتصاد. فيكون هناك نوع من الترديد والتكرار، وأحيانا تلاقي في نفس الشهر 3 أو 4 جمعيات عربية عاملة نفس الموضوع.
فقلت انه ده اهدار للقوى والامكانيات الموجوده. فليه احنا ما دام بتجمع بين اللغه العربيه والتراث العربي، ليه ما احنا ما نعملش حاجات مشتركه؟ فعشان كده من شهر تقريبا رحت اعزم رؤساء الجمعيات العربيه اللي انا بعرفهم شخصيا على على بيت على بيتي انا. فجوا، وكان منهم الحقيقه الاستاذ علي قاسم رئيس الجمعيه المصريه، وغيره وغيره، وجون فخوري بتاع الجامعة الأمريكية في بيروت، وسميرة حنفي رئيسة المرأة العربية، وألخ عدد مش ممكن أذكر كل الأسماء. بس هم شجعوني قوي في الموضوع، وعملنا برنامج أنه نعمل نشرة تضم نشاطات كلها الجمعيات في صفحة واحدة، بحيث أنه واحد يبص في الصفحة دي بيلاقي كل نشاطات الجمعية موجودة. من كل الأنواع، كل الجمعيات المشاركة في هالموضوع، ويا ريت أن كل الجمعيات تشترك في الحاجات دي معنا. طيب ميرسي قوي على لقائك، وإن شاء الله نشوف حضرتك تاني في البرنامج، ويا ريت كنا نسعد إن إحنا نسمع أكتر عن الجمعية، وإن شاء الله نشوف حضرتك أيان. ميرسي قوي. شكراً.